القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. الأخ ياسر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ كل عام وانت بخير. بارك الله فيك وأنتم بخير يا أخ ياسر. بالله عز أسألك بالنسبة للحاج. نعم. قبل ما يحرم ما يجوز عشان يسرح شعره ولا شيء، عشان ما في شعر يضغط من شعر رأسه يعني. قبل ما يحرم يعمل كل حاجة. ما فيش قبل ما يحرق يعمل كل حاجة. قبل ما يحرم ولا قبل ما يحلق؟ وهو محرم ولا قبل الإحرام؟ لا قبل الإحرام. قبل الإحرام هو حر يعمل اللي هو عايزه. يعني قبل الإحرام يعمل اللي هو عايزه. ما فيش حاجة حرام عليه. عايز عايز يلبد شعره ويحط عليه جل ولا يحط عليه حاجة تمسكه، هو حر. ما فيش أي حاجة خالص. جزاك الله كل خير يا شيخ. يحط عطر يلبس هدوم وهو لسه مش محرم، إنما لما يحرم خلاص تحرم عليه المحظورات المعروفة. بارك الله فيك يا ياسر. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. أم سالم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف فضيلة الشيخ؟ اتفضلي يا أم سالم. حضرتك اللي يكرمك. حضرتك أنا زوجة تانية، وفزوجي قبل ما يمشي الحج وكده، هو تاني ربنا كتب له السنة دي وطلع الحج وكده، فقال لي أنت طالق عشان خاطر أنا ظلمك بقالي سنة من ساعة ما اتجوزنا، أنا ظلمك فأنا مش هقدر إن أنا أقعد ما بينكم كده، فمش هقدر لما أرجع كمان إن أنا أظلم تاني، وحضرتك أنا حامل وقربت قوي، فهل حضرتك ده عدل ولا يعني؟ ماشي يا أم سالم. ماشي يا أم سالم. ماشي، اتفضل. شكرا. أم سالم بتحكي واقعة عين لابد طبعا نسأل فيها كل أطرافها. هي زوجة ثانية وهي الآن حامل، والعجيب أن زوجها قبل ما يسافر الحج طلقها وقال لها أنا بطلقك عشان مش عارف أعدل بينك وبين الأولى، وما هرجع من الحج مش هعرف أعدل. هو طبعا يعني أنا لا أحب أن أخوض في قضايا من هذا النوع إلا في حضور أطرافها. ليه؟ لأن كل طرف يقول اللي عنده ونسمع منه، وبعدين إن كانوا يرضون منا أن نحكم نحكم، نصلح نصلح. طبعا أنا لست مع، إن صح كلام أم سالم، أنا لست مع هذا الزوج. يعني إذا كنت أنت يعني لا تستطيع العدل
فأين كان ظنك ورؤيتك حينما تزوجت؟ حينما تزوجت، وهل يعني أقول المرأة هكذا اذهبي، أنا لا أخاف من عدم العدل؟ إذا كنت تخاف من عدم العدل أو لا تستطيع أو تحذر أو تخشاه، فكانت تكفيك الواحدة، أو كنت لا تتزوج أصلا. ثم إنك تتركها وهي حامل، وهذا يترتب عليه أشياء كثيرة تتعلق بالولد الذي سيولد ذكرا كان أو أنثى، وكيف تكون علاقتك به، وهل ستكون عدلا معه أيضا ولا هتظلمه؟ يعني هل ستعامله معاملة الولد أم أنك أيضا لن تستطيع أن تعدل مع هذا الولد؟ الحقيقة يعني هذا كلام توجيهي عام، من غير برضو يعني ما أدخل نفسي حكم في قضية، خاصة أن احنا في حلقة فتاوى، في لقاء فتاوى، نفتي من سألنا، وأم سالم أبت إلا أن تدخلنا في هذه القضية. لكن أنا توجيهاتي لعموم المسلمين ممن يسمعونني، اتقوا الله وعدلوا، اتقوا الله وعدلوا، ومع العدل أو قبل العدل القسط والبر والإحسان. ينبغي على الإنسان أن يعامل ربه في خلقه. بمعنى إيه؟ بمعنى أنني أصل رحمي معاملة لربي، وإن قطعوني أحسن إلى جاري معاملة لربي وإن أساء إلي، أسعى في مرضاة ربي بكل طريق أستطيعه. ومن فضل ربنا علينا ومن رحمة ربنا بينا أنه جعل التقوى مقيدة بالاستطاعة، قال فاتقوا الله ما استطعتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه وهو يبايعهم، يقول ما استطعت، يعني أبايعك على السمع والطاعة وإتيان الصالحات بالقدر الذي تستطيع، هذا من فضل الله علينا. لكن أيضا نحن لسنا مأمورين بالإساءة ولسنا مأمورين بالظلم. قضية يعني هذا الرجل لما يرجع من الحج إن شاء الله لابد أن يراجع نفسه في هذا الأمر، هل فعلا هو يظلم هذه المرأة بإمساكها أم أنه ظلمها بطلاقها، وأي الظلمين كان أكبر؟ ويستطيع الرجل أن يمسك امرأته الثانية إن رضيت هي أن تفرط في بعض حقها، يعني إذا وجد أنه لا يستطيع أن يوفي الوفاء الكامل والتام يتكلم معها أو يتكلم مع زوجاته، يتكلم مع زوجاته، ويجوز المرأة أن تسقط بعض حقها لتبقى في عصمة زوجها. وأنا أرى أن المرأة قد كسر خاطرها بسبب هذا التصرف، فيراجع نفسه ويجلس معها، ويجلس ولا بأس أن يجلس معهم أحد من أهل الفضل، من أقارب، من المحارم، من أهل العلم، ليعين في مثل هذه المشاكل، عفى الله عنا وعنكم. معنا اتصال. سليمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا سليمان؟ بارك الله فيك. حتى الله العظيم ورب العظيم أن ينفع بعلمك الإسلام والمسلمين. الله يبارك فيك، ارفع صوتك يا سليمان. بالله احنا رايحين الحج ان شاء الله نمشي من المدينة يوم 7، فهل حد ان انا ألبي متمتع ام مفرد؟ هتغادر المدينة يوم 7؟ ان شاء الله العالمين. يعني هتوصل مكة يقينا يوم 8 ان شاء الله. ان شاء الله يوم بإذن الله. يعني هنا يجوز ان تفرد الحج أو تقرن بين الحج والعمرة، لا داعي للتمتع، لأن التمتع معناه أنك هتروح البيت تطوف وتسعى وتتحلل، وبعدين في يوم 8 نفسه تحرم تاني وتذهب إلى منى. لعل اليوم لا يسع للأمرين، عشان كده اللي هيوصل مكة يوم 8 ليس من الحكمة أن يتمتع، وإنما الذي سيصل مكة يوم 8 ينوي إفراد، يعني أن يحج فقط، أو ينوي قرانا، يعني يقرن الحج مع العمرة، ويبقى هو إحرام واحد من الميقات. هذا أيسر لك يا سليمان، والله أعلم. الأخت ميرفت، السلام عليكم. حالك صحيح لبركاته، كل صحة حضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا بنت، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. أنا لي عند حضرتك سؤالين بس خفيف إن شاء الله. تفضل إن شاء الله. أول سؤال دلوقتي، أنا أخويا ما بيصليش، وكل ما أجي أقول له عن الصلاة وكروات يقول لي لما ربنا يهدينا، وحضرتك وقعد معنا وسامح حضرتك ماشي. ده أول سؤال.
يعني تقول له كلمتين كده عن الصلاة على أساس يعني إيه ربنا يبارك لنا فيك يا رب تجعل لنا سبب إن شاء الله. إن شاء الله. فالسؤال الثاني، ما حكم الواحد إن يعامل زوجته؟ يعني عايزين نعرف يعامل زوجته إزاي، يعني هو ممكن مثلا يكون عصبي شوية، ممكن يكون من أقل حاجة ممكن يزعق، ممكن مثلا يتلاقى، ممكن ما يتكلمش معاها اساسا، يقعد فتره كبيره ما يتكلمش معاها، او ممكن يعملها هو. واضح سؤالك يا مريم. فالله يبارك لنا فيك يا رب. شكرا. السلام عليكم. بالنسبه طبعا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للاخ اللي جالس بيسمعني الان، يا اخي لا خير في انسان لا يصلي، لا خير في رجل في امراه لا يصلي او لا تصلي. الصلاه عمود الدين، عماد الدين، راس مال المسلم بعد التوحيد الصلاه. تارك الصلاة كافر، لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. مش أنا اللي بقول الكلام ده، ده كلام حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، كأنها الفيصل بين المؤمنين وبين المشركين، بين المؤمنين وبين الكفار. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. فهذا وعيد وتخويف وتحذير أخشى عليك منه. ثم أنت تحتج بحجة وهي تقول إن شاء الله ربنا يهديني وأصلي. طب ما هو ما تقبل على الله وشوف كده يهديك ولا لا. ربنا بيقول لك تعالى، اللي أنت بتقول لما يهديني بينادي عليك كل يوم 5 مرات، يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، بيدعوك وبينادي عليك، وانت تقول له لا مش جاي بس ما تهديني، لا ده لعب وعبث. عبث ولعب. ولما تحب تخرج تروح مشوار انت بتحبه او بتهواه، بتتحرك وبتجهز نفسك وبتمشي وبتروح، وما بتفكرش اما ربنا ييسر ولا اما ربنا يهدي ولا لا. طبعا كل شيء بهداية الله، نسأل الله ان يهدينا ويهدي جميع المؤمنين والمسلمين، كل شيء بهداية الله وكل شيء بتوفيق الله وكله من فضل الله، لكن أيضا الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب. يا أخي أنت الآن في وقت العصر، إن كنت جنبا قم فاغتسل، وإن كنت غير جنب قم فتوضأ وصلي الآن. صلي الآن 4 ركعات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ما هو نفس الكلام، حبط عمله يعني ليس له عمل يقبل، ليس له عمل يقبل، عمله حابط. وهذا إشارة وتأكيد للمعنى الأول. أنا لا أريد أن أخوض في قضية ترك الصلاة كسلا أو تهاونا وترك الصلاة جحودا، هذه مسألة فقهية فصل فيها العلماء وتفصيلاتهم فيها معروفة، لكن أنا أتكلم الآن في قضية الزجر. هل تضمن يا أخي أن تعيش إلى المغرب؟ هل تضمن أن تعيش اليوم والليلة؟ هل تضمن إن أجلك لا يأتيك وأنت على هذا الحال؟ واضح إنك ولد طيب ووصول للرحم وجالس مع أختك الآن، وأختك بتدعوك للهداية، تدعوك للخير. هذا يعني هذه الدعوة أيضا من أختك هي دعوة من الله. ربنا بيحرك أختك عشان تقول لك صلي. فيجب عليك الآن الآن أن تقوم للصلاة، ولا تنتظر ولا تقول بكرة إن شاء الله صلي، لأن هذا من التسويف الذي يزينه الشيطان لأوليائه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي ضالنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. بالنسبة للزوج الغضوب أو الزوج المنفعل، السؤال الثاني يا ميرفت، الزوج اللي بيغضب وبينفعل، لا شك أنا مش مطلوب أظلم حد، حتى لو بغضب وبنفعل يعني أجعل ظلمي لمن أحب. أنا بيتي، أحب بيتي وأهل بيتي وأولادي، وكتير ما الواحد بيفش غله في ولاده وفي زوجته وفي أهل بيته أحيانا يعني، وبيتحملوه بيتحملوه عشان علاقة الود وعلاقة الحب. لكن أيضا ينبغي أنا أيضا أن أكون مع نفسي عدلا، أن أكون مع نفسي عدلا، يعني لا أظلم أحدا خاصة من أحب. أنا لا أظلم أحدا على الإطلاق، أسعى في هذا وأحاول هذا، أقول خاصة من أحب الذين ينبغي علي أن أحسن إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، يعني حاول أن تكظم الغضب. وقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. يعني لو اتفرجت كده على المصارعة وتشوف أقوى مصارع هنقول ده أشد رجل، أقوى رجل، لا ليس هذا هو الشديد. ليس الشديد من يصرع غيره، إذا قاتل يصرع من يقاتله،
ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هي دي الشدة الحقيقية، هي دي القوة الحقيقية. ربنا سبحانه وتعالى جعل النفس معرضة لأهواء ومعرضة لوساوس شيطان، وجعل لها كباح وجماح ولجام أنت تلجمها. إذا تركت نفسك للغضب تملكتك نفسك، فإذا ما ألجمت نفسك بلجام الحق، بلجام التقوى، بلجام الخشية والخوف من الله، مراعاة شعور الآخرين، لا شك أن أنت ستتحكم في نفسك. الأجانب بيقول لك اعمل كنترول، اعمل كنترول يعني اتحكم في نفسك، مش كل مرة نفسك تجرك وفي الآخر ربما تجد نفسك تعتذر أو لا تعتذر أو نحو ذلك فتكون سيء السلوك. لا، ينبغي للمسلم أن يعالج نفسه وأن يحسن خلقه، وأفضل ما نلقى به الله عز وجل الخلق الحسن، أفضل ما يثقل موازيننا يوم القيامة الخلق الحسن، أفضل ما يدخل به المؤمنون الجنة الخلق الحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالخلق الحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة اعمل بعدها حسنة على طول، عشان الحسنة تمحو السيئة. وخالق الناس، وفي رواية وخالط الناس بخلق حسن. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. معنا اتصال. أم إسلام، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير وجزاكم الله عنا. وحضرتك طيبة يا أختي. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال، هل ينفع أن إحنا يعني المرأة هي عليها صيام فرض من أيام رمضان، وإحنا اليومين دول أي صيام تطوع، هل ينفع أن هي تجمع النيتين في هذه الأيام؟ ولو ما ينفعش، هل ينفع أن هي تبدأ بالتطوع الأول وتسيب الفرض بعد كده تبقى تصومه بعد الأيام؟ بارك الله فيك يا أم إسلام. ولو هي صامت الفرض اليومين دول يعني لو صامت الفرض اليومين دول يا أم إسلام كأنها بتصوم في رمضان بالظبط. طبعا لان هذه الايام ايام فاضله، بل قال بعض اهل العلم انها افضل من ايام رمضان. فلو صمت الفرض في هذه الايام هتقع الفريضه في وقت تضاعف فيه الاجور. يعني هو صيام رمضان مضاعف بطبعه، ومن حقك تقضي ايام رمضان اللي عليك في اي وقت، لكن كان بعض الصحابه يقضيها في هذه الايام مراعاه لفضل هذه الايام. ولو اجلت صيام ما عليها من رمضان وقالت أغتنم هذه الأيام في التطوع فلا شيء عليه، يبقى يجوز أنني أؤجل، لأن لسه قدامي محرم بعد ذي الحجة، لسه قدامي 20 يوم، بلاش 15 يوم في ذي الحج، عشان هنقول لحد يوم 15 يوم 14 ما في الصيام من يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، قدامي في ذي الحجة نصف شهر ممكن أصوم فيه، قدامي شهر الله المحرم من أفضل الشهور في الصيام، أفضل الشهور أو أفضل الصوم بعد الفريضة صوم الله المحرم، شهر الله المحرم. عندي بعد محرم صفر وربيع أول وربيع تاني ورجب وشعبان، كل دول ممكن أقضي فيهم اللي علي. ففي الحالة ديت أنا عايز أصوم تطوع النهاردة في الأيام التسعة ديت أو في الأيام الفاضلة ديت وأجل اللي علي، لا بأس لا بأس. طب أنا عايز، أنا مضمنش هعرف أصوم اللي عليها بعد كده ولا لا، مع إن الشتاء داخل علينا، والشتاء ده ربيع المؤمن، يعني بالليل الليل يطول عشان يقوم من النوم ويقيم الليل، وبالنهار النهار يقصر، بنصوم 11 ساعة أو 12 ساعة بكتيره، وساعات يقلهم ونصهم نوم، فتجد إن الصيام سهل وخفيف. فالقضاء والصيام التطوع في الأيام المقبلة إن شاء الله يبقى سهل ويسير، لكن الأجر كبير إن شاء الله. فلو شاءت المرأة أن تقضي أيام رمضان في هذه الأيام الفاضلة فهذا حسن، وإن شاء الله صومها يبقى مضاعف الأجر، لأن العمل الصالح فريضة كان أو نافلة في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في غيرها، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو قالت أنا أغنى من الأيام دي في النافلة وأجل الفريضة ما فيش مانع، لا بأس، لأن الفريضة ليست معجلة، هي مؤجلة على مؤجلة طول السنة،
يجوز أنني. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تؤجل صيام ما عليها من رمضان إلى شعبان، تقول لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلحة. فالمسألة فيها ساعة يا أم إسلام، لا نضيق على أنفسنا. صمت الفريضة اللي عليك تاخدي أجر إن شاء الله مضاعف، أجلتها وصمت النافلة أتاخدي أجر إن شاء الله أيضا مضاعف، ولكن أيضا عليك أن تعاجلي وتسارعي بأداء الفريضة بعد انقضاء أيام التشريق أو فيما يأتي من أيام، لأن التعجيل بأداء الفريضة أولى من تأخيرها والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور جمال كيف حالك؟ الحمد لله. حياك الله. بارك الله فيك. عندي بعض الأسئلة بسأل الله عليك. تفضل. السؤال الأول، امرأة طهرت من الحيض بعد صلاة العصر، سأل عليها صلاة الظهر. طهرت من الحيض بعد المغرب؟ بعد العصر. بعد العصر، هل عليها إيه؟ هل عليها صلاة الظهر وصلاة الصبح؟ طهرت بعد العصر، يعني طهرت في وقت العصر؟ بعد صلاة العصر. في وقت العصر يعني؟ ما احنا الآن في وقت العصر. بعد صلاة العصر. خليك معايا يا أحمد. نعم. يعني طهرت بعد ما الناس صلوا العصر، لكن ما زال وقت العصر قائم. نعم. لأن وقت العصر هيظل قائم لإيه؟ للمغرب. يبقى يقينا عليها صلاة العصر. يقينا هتصلي العصر. السؤال بقى اللي أنت بتسأله، هل عليها الظهر؟ تصلي الظهر كمان ولا العصر يكفيها؟ نعم. هذه مسألة فيها نظر. أسأل الأسئلة الثلاث وبعدين إن شاء الله. مش تسمعني؟ تفضل. هذه مسألة فيها نظر. بعض أهل العلم يرجح أنها تصلي الظهر والعصر معا، كأنها ممن يجمع الصلاتين يعني، وقالوا لتداخل وقت الظهر مع وقت العصر. عندك سؤال تاني يا أحمد؟ نعم. السؤال الثاني، حديث ثلاثة افترقت أمتها على 73 فرقة، حديث صحيح أم ضعيف؟ الحديث. السؤال الثالث، الشيخ هشام البيلي والشيخ رسلان، هل يؤخذ عنهم العلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لحديث افتراق الأمة وتفترق أمتي، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وحديث صحيح بمجموع طرقه، في رواياته، في أفراد رواياته ربما تجد راويا ضعيفا، ضعيف في حفظه أو نحو هذا، لكن الحديث صحح بروايات كثيرة وصحح بمجموع طرقه، فهو حديث صحيح إن شاء الله. الأخ سألني سؤال، أنا ما أحب أنه يسأل على القنوات ولا على الهواء ولا حتى في الجلسات الخاصة، وسألني عن شخص أنا يعني أقدره وأحترمه وأجله، الشيخ محمد، الشيخ رسلان، يؤخذ منه العلم؟ طبعا يؤخذ منه العلم، أمال ناخد العلم من مين؟ هو كون الشيخ بيخلفني في مسألة وأنا بخلفه في مسألة، هنقطع بعض؟ هنقطع بعض ونقول ما تاخدش منه علم؟ ليه؟ لماذا؟ عنده علم كتير، عنده علم غزير وعلم كثير أفادنا الله وأفاد الأمة منه. نختلف في مسائل، نختلف، هو ده الفقه، هذه الرؤية. وهو وانتوا فاكرين يا اخواننا ان احنا بنختلف في الشرع؟ نحن لا نختلف في الشرع ولا نختلف على الشريعة، نحن نختلف في الفقه، نختلف في الفهم، نختلف في تقدير المصالح والمفاسد، نختلف في تقديم أمر أو تأخيره. هو ده الخلاف اللي بيقوم بين العلماء الربانيين الذين يتقون الله عز وجل. طالما العلماء ما فيش بينهم أهواء، ما فيش بينهم عصبية، يبقى لن تجد خلافا جوهريا، حتى وإن ظهر هذا الخلاف صوته عالي كالطبل، لكن هو خلاف حقيقي، خلاف طبيعي، خلاف نقول فيه رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. أنا أنصح طلبة العلم وأنصح الذين يرتادون مجالس المشايخ، بالله عليكم اتقوا الله في مشايخكم، لا تنقلوا بينهم ما يسيء إلى بعضهم البعض، ربما تخرج فلتة من فلتات لساني، فأستغفر عنها بعد قليل، أو يذكرني أحد فأعود وأندم. فإذا نقلت أنت هذه الفلتة إلى شيخنا الفاضل فأوغرت صدره، أوقعت بيني وبينه، ما الذي
عاد عليك من الخير؟ ما الذي عاد عليك من ما عاد عليك شيء من الخير إلا أنت شعللته وعدت تضحك وتفرج علينا. ولهذا أيضا نحن نعذر بعضنا بعضا، يعذر بعضنا بعضا، ويتحمل بعضنا بعضا، ونعلم حدود الخلاف وضابط الخلاف. بارك الله فيكم. أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السنة وانت طيب يا شيخ. وانت طيبة يا أختي. والله يا شيخ أنا عندي سؤال. عندي واحدة حواجبها تخينة جدا، فهي عايزة تعملها، يعني تعملها هي لابسة نقاب، هل تعملها تخففها ولا حرام؟ بس هي تخينة جدا يعني زي حواجب الراجل كده ومقفولين على بعضهم، وهي بتقول لك تعملهم ولا حرام العمل قدام جوزها. بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة اللي بتزيل حواجب، يعني ما تعملش فيهم حاجة أبدا. اسمعين هكمل كلامي، اسمعي كلامي. أيوة، كلام الآخر. يبقى لعن الله النامصة والمتنمصة، يبقى هذا يجب علينا أن نحذر وأن نخاف. ماشي. العلماء يقولون إذا ظهر المرأة شارب، عارفين شارب يعني شنب ولا لحية ولا شيء من هذا، تزيله. لكن احنا بنتكلم عن حاجب او عن حاجبين، وهما من زينة الرجل وزينة المرأة. واللي بيحصل النهاردة يا اخوانا ان لازم المرأة تبقى حواجبها رقيقة، ولازم الرجل تبقى حواجبه تخينة. دي مسائل اذواق بشريه، احنا اللي دخلنا الذوق. بقول لك يعني عشان تعملهم قدام جوزها يعني. ما تسمعيني يا اختي الله يكرمك، يعني. اسمعيني، انا خلاص فهمت سؤالك. احنا اللي دخلنا الاذواق بتاعتنا، والاذواق بتاعتنا مختلفه متفاوته. ولهذا انا اخشى ان ادخال الذوق بتاعنا في هذا الباب يوقعنا في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. هو جوزها لما اتجوزها مش راح شافها وخطبها؟ مش كانت حواجبها تخينه؟ طب ايه اللي خلى حواجبها النهارده وحشه قدام زوجها؟ ما هو لما راح خطبها شاف وشها وشاف حواجبها التخينه وعجبته وقال هي دي اللي انا عايزها. النهارده لا، دخل علينا الشيطان، لا عشان تتجمل لجوزها، اصل جوزها ممكن يبص لواحده تانية، فنخش من هذا المدخل. انا بقول يجوز لو في شيء هيشبهها بالرجال تختلف عن الرجل، لكن لا نفتح باب يوقعنا في الحرام، خاصة إن بعض النساء بالمعنى البلدي كده بيتلككوا في المسألة دي. وبعدين بعد سنة نفاجأ إن الموضة بقت الحواجب التخينة، تبدأ المرأة تقول عايزة تخن الحواجب، ما هي ماشية ورا الموضة. طب هتخنها إزاي وهي كانت شايلها بالفتلة وعلقاها، أو هي بطبعها حواجبها رقيقة؟ تقول طب أزرع شعري في الحواجب عشان أتخن. إحنا ماشيين ورا الموضة بقى، مش ماشيين، دي خلقة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في أحسن تقويم، في أحسن صورة. إحنا نعالج العيوب الخلقية، نتجمل، يتجمل الرجل وتتجمل المرأة لزوجها، ده كله مشروع يا أخوانا، لكن نتجمل بما لا يوقعنا في الحرام، الحرام الصريح، الحرام الخالص. فأنا أخشى يا أم محمد أن يبقى ده باب بيزين الشيطان لنا أن ندخل فيه، فإذا ما دخلنا فيه وقعنا في الحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين. النمص حرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات أو قال مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أصلهم متشابكين، أصلهم دخان، دي أمور هتدخلني في شبهة. أعمل إيه؟ اللي عايز يتقي الله يعرض عن هذه الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات، قال لا يا عم هي فيها شبهة أنا هبعد عن الشبهة لحسن تكون حرام، يبقى استبرأ لنفسه ولدينه ولعرضه، وحافظ على حدود تقوى الله عز وجل والخوف من الله عز وجل. ومن يحوم حول الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى. واحد راعي قلنا له المكان ده ممنوع تخش فيه، اللي يخش فيه هيتعرض للعقوبة، فهو راح يرعى جنبه عشان بعد كده الغنم تتفلت وتدخل ويقول معلش أصلها دخلت غصب عني. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في آخر هذا الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فاتقوا أن تقعوا في المحارم عافانا الله وإياكم. لا نستحل الحرام. مرأة عملت كده مرة تتوب إلى الله، نراجع نفسنا ونتوب إلى الله، لكن نقول هو ده كويس وهو ده يعني، ونزيل لنفسنا أشياء ربما تجرنا كما قلنا إلى ما حرم الله، فهذا أمر خطير والله أعلم. وأنا يعني أقول لمحمد هذه المرأة، هذه المرأة تعرض تناقش المسألة مع زوجها، تقول له الرسول قال كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، لعن الله النميصة والمتنمصة، وقال لا نكون كالراعي يرعى حول الحمى، أنا شكلي كويس ولا أنت عايز إيه؟ يعني حتى تشركه حتى في المسألة لألا تكون المسائل الشيطانية تزينها بعض النساء للبعض والله أعلم. أم عمير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضرتك بألف صحة وخير يا شيخ. وحضرتك طيبة يا بنتي. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول خاص بالميراث. نعم. أبويا ترك بيت ثلاث أدوار، والرابع سطوح يعني ما فيهوش، مش مبني حاجة. جت أخت ليا، أختي الكبيرة، قعدت حوالي 10 سنين في دور الأرضي، وأنا متزوجة بعيد عن البيت. جت بعد كده بنت الدور الرابع بعد وفاة جوزك ولا في حياته؟ لا أنا زوجي عايش الحمد لله. جوزك بعد على قيد الحياة يعني، هي سكنت عندكم في الدور الأول؟ في الدور الأولين. وين بنت السطوح؟ أيوة 10 سنوات، وبعد كده قامت جايب بنت السطوح برغم يعني عدم موافقتي، يعني أنا ما كنتش موافقة عن الموضوع. جوزك كان موافق ولا ما كانش موافق؟ زوجي أنا؟ زوجي ملوش دخل بالموضوع. مش هو صاحب البيت؟ نعم. مش البيت بتاع زوجك؟ لا، أبويا. بيت أبوك؟ ده ميراث. بيت أبوك يا أبوك أبويا. أبوك على قيد الحياة ولا توفي؟ لا، أبويا متوفي. طيب سايب لكم البيت ثلاث أدوار. أمي عايشة في شقة. أيوة. وأخويا واخد شقة، وفي الدور الأولين ده كان فاضي ما فيهوش حاجة، فهي كان بيتها بعيد شوية، قالت أنا بيتي بعيد. بنت قعدت فيه الأول وعين بنت الدور الأخير. قعدت في الأولين 10 سنين. بنت بموافقة الورثة ولا مش موافقة الورثة؟ لا، في أمي بس كانت موافقة وأخت، وأنا وأخويا ما كناش موافقين. تمام. فهي بنت على طول، قامت بنت وكده، فحصل اختلاف يعني. انا جيت قلت لامي طب لو سمحتي قسمي الميراث، فجت اختي في التقسيم قالت انا بقيت بفلوسي، انا داخله في الميراث زيكم. ايوه. تمام. بس فالحكم ايه يعني؟ انا وانا دلوقتي مش شايفه لي حاجه. وفي اخت بقالكوا 10 سنين ما قسمتوش الميراث؟ لا، انا ابويا اكتر من 10 سنين. طيب هو حصل هذه مساله طبيعيه، لما ب ب ب ب ب بنوجد احنا المشاكل بنفسنا. الاب توفي وترك بيت ثلاث ادوار، ثلاث شقق يعني، وترك اكثر من ولد وبنت. المفروض ان الميراث يحتاج الى قسمه. كون الام اللي هي الزوجه يعني كانت موجوده، عايزين نحافظ عليها وعايزين تقعد في بيتها معززه مكرمه، ده شيء طيب، ده شيء طيب. بس كل واحد يعرف حقه، كل واحد يعرف نصيبه. نقول للذكر، اسمعيني بس، اسمعيني ولا تعلقي. نقول للذكر مثل حظ الانثيين، فمثلا الولد ياخد شقه او البنتين ياخدوا شقه، وكل ويتعرف الكلام ده حتى لو ما حطناش ايدنا على حاجه. عايزين بقى الاخت عايزه تبني، يبقى بتبني في ملكنا كلنا، بنوافق كلنا او بنوافقش كلنا، خد بالك. لكن في النهارده، دلوقتي هي من حقها تقول الشقه دي انا اللي بنيها، ما هي اللي بنيها فعلا، هي اللي بنيها من مالها فعلا. لكن ايضا هي قعدت 10 سنين في الدور الارضي وانت ما قعدتيش، فدي اشكاليه عايزه حد يقعد بينكم، ياخد منك وياخد منها وياخد من اخوك وياخد من امك ويفصل بينكم. يعني ايه يعني؟ دي بقت قضيه، ما بقتش فتوى. القضيه كل واحد يقول اللي عنده، وكل واحد يقول انا حقي فين وانا ليا ايه، واللي يحكم يحكم بمقتضى شرع الله. لان المساله هنا مش ميراث، المساله هنا حقوق تداخلت، وليس الميراث. ما هو سهل، الام لها، الزوجه لها التمن، وانتوا للذكر مثل حظ الانثيين، ما فيش فيها اشكاليه يعني. قضيه ميراث ما فيش اشكاليه، انما القضيه الحقيقيه قضيه تداخل مصالح واموال بعد ذلك،
كيف نحل هذه الإشكالية؟ محتاجين لجلسة عرفية على الأقل. إذا ما نفعتش معنا الجلسة العرفية ما فيش قدامنا إلا طريقين، إما طريق القضاء وده طريق مش عارفين يخلص إمتى، وإما طريق بقى أن أنا أقول عوضي على الله، واللي عنده القوة والقدرة أنه يفرض أمر واقع يفرضه بالعافية، ورغما عن إخواني وحقوق إخواني، وده طبعا حكم الظلم وليس حكم العدل. يبقى إذا كنت أنت بتشكي ليك شكوى، اجمع إخواتك وقولي عايزين نعرف حقوقنا فين، عايز أخد حقي، والدي بقى له 10 سنين أو أكتر من 10 سنين متوفي وأنا ما خدتش حاجة، عايز أعرف الحق. يبقى الأم تقعد، اللي هي أمكم اللي هي الزوجة، زوجة تقعد، والبنات والولد أو الولاد، وكل واحد يعرف حقه فين، ونحكم فينا من يتقي الله ومن يعرف حكم الله، وهو الذي يفصل ويعمل لنا عقود عشان كل واحد يعرف حقه بورق، ما نختلفش بعد ذلك. يا أم عمير. أم مصعب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي. أنا كان عندي سؤال. تفضلي. في راجل توفى وطاقة مستشفى كبيرة تحت الإنشاء وهي تجهز من أربع مليون. أنا 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 أريد أن تتكلمي بهدوء. توفي وترك إيه؟ طاقة مستشفى كبيرة تحت الإنشاء. نعم. وهي تجهزت بأكثر من 4 مليون. يا بنتي أنا مش فاهم. هي بص، هو في رجل توفى. أيوة. وطرق مستشفى. ترك مستشفى. مستشفى كبيرة. كبيرة. تركها هي كبيرة في الإنشاء وهي تجهزت بأكثر من 4 مليون. نعم. ومر عليها عامان ولم يستفد منها أحد، ولم يبيعها أحد بعده، ورحت لن تشتغل، هل على الورثة زكاة؟ ماشي يا بنتي ماشي، هل على الورثة زكاة في المستشفى؟ طبعا الأخت أم مصعب ما قالتناش هو ترك أموال أخرى ولا لا، قسمت الأموال ولا لم تقسم؟ لأن المفروض يا أخوانا الورثة بيستحقوا التركة من لحظة وفاة المورث، ناخد بالنا من الحتة دي، والسؤال ده تستفيد منه أم عمير وتستفيد منه أم مصعب. المال التركة بتنتقل من الميت للحي لحظة الوفاة شرعا وقانونا، خلاص انتقلت بقت من ملك الميت لملك الحي الذي يرث. في هذه الحالة إذا قسمنا التركة كل واحد بيعرف هو خد قد ايه، وكل واحد عليه زكاة ماله. إنما المستشفى بقالها سنتين متروكة، هي مستشفى تحت الإنشاء وبقالها سنة وتقدر بأربعة مليار زي ما قالت الأخت، ومتروكة. مين اللي خدها مش عارفين، قسموها ولا مش عارفين. أولا المبنى كمبنى بهذه الصورة إذا لم يكن معروضا للبيع وللتجارة فلا زكاة فيه، يعني عشان ترتاحي يا أم مصعب ما فيش عليها زكاة. لكن أنا عايز أحل الإشكالية من جذورها، هل تم توزيع التركة؟ هل التركة فيها أموال؟ هل هذا المستشفى معد لتشغيله بعد ذلك كمستشفى، ولا معد لبيعه وطرحه للبيع للأطباء ونحو هذا فيدخل في مبلغ تجاري عليه زكاة؟ إذا تم بيع هذا المستشفى يزكى يوم البيع، طب يزكى على مين؟ على كل الورثة ولا على من له نصيبه؟ لابد أن نحدد هذا أم مصعب، وأن نعرف هذا، وأن تتم القسمة على الوضع الذي هو عليه، لنتعرف من الذي يزكي، مش نؤخر القسمة ونترك الأمور هكذا ثم ربما لا نزكي الأموال ونحن تجب علينا الزكاة أو لا تجب علينا الزكاة. كل هذا لا نتعرف عليه إلا بتوزيع التركة ومعرفة كل واحد ما يستحقه. فإذا صار في ذمتي أنا مال يبلغ نصابا وحال عليه الحول، أنا الذي أزكيه مش كل الورثة، خلاص أنا بقى مالي، أنا بقى نصيبي أنا. واضح يا أم مصعب؟ بارك الله فيك. معتز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك أبو أحمد. الله يبارك فيك حبيبي. حياك الله. أكرم. يعني أنت الآن يا شيخ جمال وجهت نصيحة لطلبة العلم وقلت نعم. اتقوا الله في مشايخكم. نعم. فالآن المشايخ كيف والمشايخ يقعون بعضهم في بعض، يعني أمر أنا يحزنني غاية الحزن والله. سمعت لسه ما فيش من يومين أحد الناس
الشيخ فلان تربطه كذا والملايين والحكايه والروايه، امر يعني عيب عيب نقول حاجات مثل هذه على مسامع الناس. انا معك، بس انا عايز يا معتز. نعم، فانا حاجين ارجو ان انت توجه بقى كما يا معتز طلبه العلم رساله للمشايخ ايضا، يا معتز ان هم المشايخ هم المشايخ ليسوا معصومين. اولا هم زي نحن كلنا طلاب علم اولا، ولما قلت طلبه العلم اللي بيغروا القلوب بين الناس، لكن حينما يتكلم انسان فيما يعلم وفيما لا يعلم، حينما يتهم غيره بالحق او بالباطل ولا يقيم البينه ولا الدليل، وانه مجرد التشويش والتشهير، كل هذا حرام من الشيخ ومن غير الشيخ، من الشيخ ومن غير الشيخ. لكن احنا مش جالسين على الشاشات يا معتز عشان نعرض هذه المسائل ونناقشها. يعني الأصل في هذه المسائل نحن نسترها ولا نروج لها. واحد خاض في عرض أخيه، مطلوب أنني أملأ الشاشات والقنوات بهذا؟ هذا ليس من الحكمة، ليس من الحكمة. لكن نرد عليه، نرد عليه أيضا مش بالصورة هذه المشوهة، نرد عن اتق الله، اتق الله. وأنا يعني لا أريد أن أنصب نفسي حكما بين المشايخ، ولا أريد أن أنصب نفسي حكما بين طلبة العلم، أنا واحد منهم ولعلي أقلهم وأضعفهم. أقول المطلوب مننا يا أخوان، إذا اطلعت على سوء سترته ونصحت، ده مش للشيخ بس، لكل المسلمين. إذا اطلعت من أخيك على أمر يسوءك استر عليه ثم انصحه ليغير المنكر، لكن لا تفضحه ولا تروج لهذا، فإن هذا من السوء الذي يفشو في المجتمع المسلم. طب أنا لابد أنكر لابد أن أنا أنكر المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده. لكن أنا باجي على منكر متوهم مش موجود وأعمل قضية منكر حقيقي، قضية الخوض في الأعراض والسب والشتم والطعن دي منكرات حقيقية، بدعوة إيه؟ بدعوة أن في كلام وفي شائعات، هذا كلام في غاية الفساد، كلام في غاية الفساد. والكلام ليس المشايخ، طبعا المشايخ عليهم عبء كبير، خاصة مشايخ القنوات، لأنهم ينظر إليهم الناس اليوم باعتبارهم قدوة، يراقبهم الناس اليوم باعتبارهم القدوة. والحقيقة لا، هم ضعاف، هم فيهم من العيوب ما في سائر المسلمين. لكن طبعا لابد أن يأخذوا أنفسهم في هذه المسائل بالشدة، لابد أن نأخذ أنفسنا بالشدة. والله نحن نترك الكثير من الحلال، هو حلال أبا عارف أنه حلال، لكن لأن الناس هتقول شوف الشيخ بيعمل إيه، هي الناس مش فاهمة، مش قادر يفهم إن ده مش حرام، شوف الشيخ بيعمل إيه، بنترك الكثير مما هو سائغ أو جائز صيانة ورعاية لمنهج النبي، منهج النبي الذي شرفنا بحمله، شرفنا بأننا إذا تكلمنا نقول قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الشرف. فعشان كده لابد الذي يحمل هذا الشرف يراعي هذا. بعض مشايخنا كان يعني يتورع أنه يخرج من بيته من غير ما يلبس حاجة على رأسه، مع أن ما نيجي ننظر في الفتوى الحكم سائغ سائغ، جائز جائز، لكن لأن هذا لا يليق، لا يليق في الهيئة. فينبغي علينا كذلك أن احنا لا نتكلم بكلام لا يليق، ولا إذا تكلم الناس بالشائعات لا نتكلم نحن بالشائعات، إذا تكلم الناس بالطرهات والأباطيل لا نروج نحن هذا، ننكر هذا. لكن أيضا لا نجعل هذه المادة مادة نلوكها بالألسنة على الفضائيات، حصل من فلان من علان، نحاول نزيل المنكر ده، مش ننفخ في النار لتتقد وتشتعل وتصبح مادة. إيه رأيك سمعت شفت، إيه رأيك قلت إيه، هذا كله من ترويج أو رواج الفساد، والعياذ بالله. نسأل الله أن يستر عيوبنا، أن يستر عيوبنا وأن يستر علينا، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. معنا اتصال. أم يحيى، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
الشيخ أريد أسألك عن حكم الشرع في خروج المرأة للعمل مع أنها تملك لديها ولدين وتتركهما عند مربية، كما حكم الشرع في عملها في مستشفى؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. خروج المرأة للعمل في الجملة جائز وسائغ، لكن القضية ليست قضية أنني بناقش أمر جائز، القضية في الفتوى أنني بناقش حالة خاصة. هذه الحالة الخاصة المصالح اللي فيها إيه والمفاسد اللي فيها إيه. امرأة وسع الله عليها من فضله، وسع عليها على زوجها، عندها أولاد يحتاجون إليها في البيت، عندها مستشفى وعمل في مستشفى ليس فيه مفاسد ولا منكرات، تعمل ولا لا تعمل؟ شوف، أنا أزلت كل العوائق، تعمل ولا تعمل؟ تنظر للمصلحة، مصلحة ولادي محتاجين لي، أقعد أشوف ولادي اللي محتاجين لي، وأنا مش محتاجة دخل ولا عمل، دخل العمل هذا لأن الله يكفيني بنفقة الزوج بأموال، يكفيني بأموال من فضلي ومن رزق. يبقى هنا إيه؟ تعينت مصلحة الولد. طيب امرأة تانية، حالة تانية، ما فيش عندها المال وعندها نفس الأولاد، طب تمد يدها للسؤال وتقول أعطونا مما أعطاكم الله وتسأل، ولا تعمل في هذا المجال وتنفق على نفسها وأولادها؟ يبقى الجواب في حقها لا تعمل. وما نقولش بقى عمل المرأة حلال ولا حرام، أنا لا أناقش المسائل، لا تناقش هكذا. الأصل إن العمل حلال، ما فيش عمل حرام. العمل الحرام هو العمل، أنا مش عارف يعني، العمل الذي تدخل عليه الحرمة، زي إيه؟ زي حد بيشتغل في الربا، هو يكون يعمل ده حلال لكن دخل في مجال ربوي. واحد بيشتغل في السرقة، يبقى العمل حلال لكن انني امد ايدي في جيوب الناس واسرق من بيوت الناس هذا حرام. امرأة تعمل في الفواح، لا، هذه ليست اعمال. الاصل في العمل انه مباح، الاصل في العمل انه حلال. امرنا الله ان نسعى وان نستخرج كنوز الارض وان نطلب، نسأل الله من فضله ومن رزقه، ورزقه يأتينا، فهذا حلال باتفاق للرجل وللمرأة. لكن الضوابط بقى، هذه مسائل تختلف بحال الفتوى. هي أم يحيى قالت عندها أولاد وعندها سعة، تعمل في مستشفى وعندها أولاد وعندها سعة من المال، الأولى إيه؟ يبقى السؤال هنا، الأولى لها إيه؟ إنها تبقى في بيتها ولا تذهب إلى عملها؟ لا، من وجهة نظري ومن وجهة نظر كل من يعقل، الأولى لمثل لمن كان هذا حالها أن تربي أولادها وتحسن إلى الأولاد والتربية، وقد كفاها الله من فضله، والله أعلم. معنا اتصال. أم مصعب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان عندي كنت بس عشان أنا الاتصال قبل شوية، أنا كنت بقول إن هي المستشفى اديها تقريبا بأربع مليون مش مليار، وهي المستشفى دي إحنا هو هذا الرجل توفى، صارت أموال سيولة إحنا وزعناها، لكن المستشفى مش هتنفع تتوزع. يعني أنتوا وزعتوا الأموال وبقيت المستشفى. المستشفى هتبيعوها ولا هتعملوا فيها إيه؟ نعم؟ هتبيعوها ولا هتعملوا فيها إيه؟ أيوه إحنا ناويين نبيعها، منذ عمل وإحنا بنحاول نبيعها حتى الآن نبيعها. ناويين كويس إن أنت كلمتيني مرة أخرى، ناويين تبيعوها. ماشي؟ هي دلوقتي ملك على المشاع بينكم كلكم. لأن أنتوا أنتوا قسمتوا الأموال وبقيت المستشفى. مش كده؟ فهذا المستشفى الآن ملك لكم جميعا على المشاع، أنتم فيها شركاء. صحيح؟ يوم ما نبيعها هنزكيها، لأنه يعني مال ده في زكاة، مال مرصود للبيع، عقار مرصود للبيع. يوم ما هنبيعها، يوم ما نقبض الثمن هنزكي هذا. ولو لو كان المالك فرد واحد ما فيش إشكالية، لكن أنتوا أكثر من مالك، كل واحد هياخد نصيبه. أنا بقول يزكى هذا المال كله مرة واحدة، لأن مال مرصود للبيع، ممكن يقعد سنة واثنين وثلاثة لحد ما يتباع، يزكى مرة واحدة عند البيع. طيب هو ترك أيضا بيوت يعني كذا بيت لم يسكن، يعني هل أيضا على ورثة زكاة ولا؟ المال المرصود للبيع عليه زكاة حينما يباع، المال الذي يتاجر فيه عليه زكاة في كل سنة.
المال المدخر عليه زكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. واضح يا أبو مصعب؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. عصام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مرحبا، كل عام وانتم طيبين. وأنتم بخير الله يبارك فيكم. لو تكرمت لي سؤال. تفضل يا حبيبي. اسمح لي. الله يبارك لك. بارك الله فيك. أنا بنتي مكتوب كتابها على ابن أختي. نعم. يعني ابن عمتها يعني. وجات اشتكت لي في يوم يا بابا انه يعني هو طبعا مكتوب الكتاب بقاله فترة سنة مثلا، اشتكت لي انه هو اللي انا مش موجود في مصر، انه قاعد بقاله 5 شهور ما بيتصلش بي. فحبيت ان انا الفت نظر اختي ان ليه يعني، تحاول تفهموه ان برضو المفروض ما تحسش بالإهمال ما اعرفش ايه. فبقول لها يعني ينفع يا حبيبتي ان احمد بقاله مثلا 9-5 شهور ما بيتصلش ببنتي؟ ده كلام مش مقبول. وبعدين برضو اخوها هو في الامارات واخوها في السعوديه، اخوها اتصل بها بالسعوديه 4 مرات. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا اخي عصام؟ اللي حصل ان انا في مناقشه اختي مع التليفون على بلكه نظرها، ففوجئت انها بترد عليا رد مش سليم، وانت كده غلطت في حق ابني. قلت لها يا ستي كل انا غلطت في حق. يعني في مسألة واضح أن الخط قطع، الاتصال انقطع، دي مسألة طبعا أختك لها يعني عليك حق، أختك لها عليك حق وحق. أنا عاوز أكمل لحضرتك معلش. طب ما أنت مش عايز تكمل يعني، تفضل. أنا بحسب الخط اتقطع وأنت ساكت. أنا مع حضرتك. أنا ظلمت الخط قطع وتكلمت وأنت ساكت، تفضل. أنت بتسمع نفسك في التلفزيون؟ يا أخي عصام يعني هذه مسألة هينة، مسألة هينة، و يعني المفروض إن زواج ابن أختك من ابنتك لتوطيد العلاقات وليس لفصم علاقات القربة. والمفروض حتى أنا لما أتكلم مع أختي أراعي الحساسية الجديدة، يعني أراعي إن أنا كنت الأول بتكلم مع أختي بأسلوب، بعد ما بيحصل فيه نسب وزواج وعلاقات صهر بيبقى فيه أسلوب تاني مختلف شوية. الشخص العاقل يراعي هذا، يراعي هذا، ويراعي أيضا ضعف عقل المرأة، ضعف عقل المرأة. المرأة شديدة التأثر، شديدة، زي ما أنت بتراعي حال ابنتك برضو بتراعي حال أختك، بتراعي حال زوجتك. فبنراعي طريقة المرأة في التفكير وعدم قدرتها على السيطرة على انفعالاتها. وكذلك كان الأولى أن أنت تكلم الولد، إيه يا عصام، إيه يا فلان، أخبارك إيه، أنت بتصلش لي يا ابني، في عندك مشكلة ولا حاجة؟ يبقى الكلام يأتي بهذه الصورة معاه، ولو حتى هغرم مكلمني 30-40 جنيه من الشغلانة. يبقى كان في صور كتير، لكن اللي أخشاه أخ عصام أن هذا الأمر الهين السهل البسيط اللي كان حله سهل وبسيط يتحول بعد انني اخصم اختي او اختي تخصمني او تزعل مني او انا ازعل منها. عشان كده احنا في هذه الايام الكريمه بنقول عليها بالمعنى المصري البلدي ايام مفترجه، ايام فيها فرج، فيها فرج من الله، فيها يعني عوده حتى لو في قطيعه ولا حاجه بنزيل القطيعه ونعود. لابد ان انت يعني تراجع اختك، مش تراجعها بقى بالمعاتبه والكلام هم الولاد هيزعلونا من بعض، لا عمرهم ما يزعلونا من بعض، انت اختي وانا اخوكي، ونراعي الكلام ده اخ عصام ونصل لصوره الصلح، الصوره التي نرضاها لمن نحب. يعني انا بأس والله لما تصل الصوره بين الاحباب الى حالات القطيعه، حالات الانفصام. ده احنا المفروض قلبنا على القلب، احنا اللي بنحب بعض، امال مع اعدائنا نعمل ايه؟ مع المخالفين معانا نعمل ايه؟ ولما تصل بقى العلاقات القربة تنفصم وتنقطع بسبب علاقة زواج ولا علاقة طلاق، لا يمكن. طب افرض ابن اختك ده طلق بنتك وظلمها، انا معاك للاخر، ابن اختك ده طلق بنتك وظلمها وطلع ولد مش كويس، اختك ذنبها ايه؟ تقطع اختك ليه؟ هي تقطعك ليه؟ ده حتى لو وصلنا لأسوأ الحلول مطلوب نحافظ على العلاقات، نحافظ على أواصر الحب والود.
إخواننا الشيطان يعبث من هذا الباب، باب قطع علائق القربة. قطع علائق القربة دي مسألة خطيرة، أمرنا بصلة من قطعنا، صل من قطعك، فكيف هو لم يقطعك؟ أو كيف تسعى أنت وهو مع بعض بإغار الشيطان للقلوب إن احنا نتقاطع ونتدابر؟ الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أرحام أصلهم ويقطعونني، ده أنا اللي بصلهم وهم بيرفضوا يقاطعونني، قال صلهم فإنك كأنما تسفهم المال. ما قالش لا عاملهم بما يستحقون، عاملهم بمثل عملهم. المعاملة أصلها لله، ابتداء لله. أنا طبعا حريص على بنتي وخايف على بنتي، وبرضو أبقى حريص على زوج، هذا زوج بنتي برضو حريص عليه، ودي أختي، ولازم نحافظ، لازم نتعامل في هذه العلاقات الجديدة بلون من ألوان، نحسس شوي، نحسس يعني إيه؟ يعني لا نتصادم، لا نتصادم، لأن العلاقات الزواج بين الغرب كل واحد يقول لك شروطي وأنا ليا وأنا عايز، والناس بتتحمل بعض، لكن بين الأقارب بتبقى فيه، بيبقى فيه ود شوي، بيبقى فيه عشم شوي، الحاجة البسيطة بتبقى كبيرة. ليه؟ معقول فلان يعمل كده، معقول أخويا يعمل كده، معقول أختي تعمل كده. العشم ده بيخلينا أحيانا إيه، لا نحسن الحكم على التصرفات. لا، أختي ممكن تخطئ وأنا ممكن أخطئ ونعالج الخطأ بسهولة جدا، زوج بنت ممكن يغلط، بنت ممكن تغلط ونعالج الخطأ بسهولة جدا، ما فيش حد ما بيغلطش، لكن لا نستمر على أخطائنا، لا تستفحل أخطائنا وتتحول إلى جرائم، وإنما على طول نعود إلى أنفسنا، نعود إلى ربنا، نستغفر الله، نتوب إلى الله، نتواصل، نتصالح، نتحاب، نتواد. ده المطلوب بين المسلمين مش بين الأقارب بس، طبعا الأقارب أشد وأوثق. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. شوف الجسد الإنساني كده، لما الواحد يجيله صداع ولا يجيله جرح في رجله ولا في إيده، تجد حرارته بترتفع، يقول لك ده دخل ميكروب، ولما دخل ميكروب وتلوث الجرح قامت كرات الدم البيضة وكل أجهزة المناعة في الجسم، في كل الجسم قامت تتصدى لهذا الخطر. ما قلناش للصبع المتعور انت حر، ما قلناش دعوة بيك انت المتعور احنا مالنا، لا، هو الصبع أصيب الجسم كله أصيب. دي علاقة، علاقة تكامل. احنا علاقتنا كمسلمين كده، المفروض، المفروض أن تكون هكذا. فكيف وإحنا مسلمين وأرحام وأقارب وبنوطد هذه القربة بمزيد من صلاة المصاهرة، بجوز بنتي لابن أختي أو لابن أخويا أو لابن عم كده، بنوطد، بنعمل مزيد من التوطيد، يبقى لا نسمح للشيطان أن يفصم العلائق القائمة بسبب خلافات تحدث في أي زواج. ممكن الولد يزعل من مراته والبنت تزعل من جوزها، ونحل كل هذه الإشكاليات بسهولة من غير ما نفصم علائق القربة ووشائج القربة. بارك الله فيك. أم محمد، السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ جمال، بس استنى أقول لك السؤال وأسمعه من التلفزيون. قول يا أم محمد. كان في جارة تحتينا تحت وبنعلنا النار مسكت فيها، فأنا قعدت أصوت، فهم بيقولوا لي حرام عليك إن أنت بتصوتي. وسؤال تاني يا شيخ جمال، معلش، يعني أنقذتوها ولا إيه؟ لا، الدوام لله ماشي، توفيت الله يغفر لها ويرحمها. فاحنا بس انا قعدت اصوت عشان الناس تيجي تطفيها. هم بيقولوا حرام عليك الصوت، في ناس بتقول لي انت حرام عليك الصوت. نعم. وسؤال تاني يا شيخ جمال، انا بربي طيور فوق وفي عيش في الارض وبدوس عليه، يبقى كده حرام عليا؟ ماشي يا ام. وشكرا يا شيخ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام. ام محمد رأت جارتها تحترق فصرخت، ده تصرف طبيعي، تصرف طبيعي، لا ينكر على الإنسان في مثل هذه الحالات أنه، لأن الإنسان في هذه الحالات لا يتحكم في نفسه ولا في سلوكه، مش لحظة صبر على ميت مات فنقول له أنه اصبر واحتسب، لا، ده شافت حدث، حدث مفزع، النار في شقة، النار في بيت، النار في امرأة جارتها، فصرخت وهي تقول صرخت ليأتي الناس لإنقاذها، هي مش قادرة تنقذها فصرخت ليأتي الناس لإنقاذ، هذا لا شيء فيه. اللي بينكر عليها بينكر عليها شيء يعني لا شيء فيه.
نعم رنات الصوت بالنسبة للمرأة في الحزن والموت هذه ليست مطلوبة، هي حرام طبعا، لكن هذا الموقف تحديدا هو موقف لا يسيطر فيه الإنسان على المرأة، لا تسيطر فيه المرأة على نفسها ولا يسيطر فيه الإنسان على نفسه، فهو معفو عنه ومغفور لمن فعل ذلك. نسأل الله أن يغفر للمتوفى وأن يرحمها وأن يعفو عنا جميعا. بتربي دواجن، بتلقي الطعام على الأرض، بتدوس على الطعام ومن هذا الطعام خبز، يعني هي هو لا شيء في هذا، لا شيء في هذا، لأن هذا خبز مأكول وسيؤكل. طبعا مفيش واحد يقول لي ده بتاخد العيش المدعوم بقى وتأكله للفراخ، ده دي قضية مش بتاعة تاني في الفتوى، دي قضية عند التموين. لكن القضية أنني بأطعم الدواجن، فلما بدخل عندهم في الغرفة أو الحظيرة أو نحو هذا بأطأ بقدمي على بعض ما تأكله الدواجن، إذا استطعت أن أتحرز في هذا أولى وأفضل، إذا لم أستطع فلا شيء علي في هذا، أحترز ما استطعت، أكون حذرا ما استطعت، لكن لا شيء علي في ذلك. هذا طعام مأكله ليس ممتهنا ولا مهانا ولا ملقا هكذا، وإنما الدواجن في البيوت لعلها أفضل من إلقاء الأطعمة في صناديق القمامة، والله أعلم. عبد القادر، السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لسماحة فضيلة الشيخ. تفضل. أنا أشتغل بالتجارة، ولكني في وضعية غير قانونية بالنسبة للوثائق، مثلا لا أدفع ضرائب وليس لي سجل تجاري، فهل هذا حلال؟ لك شريك؟ لك شريك؟ لم أسمعك. تقول لي شريك؟ لا أشتغل بالتجارة ولكني لا ليس لي سجل تجاري ولا أدفع ضرائب للحكومة. يعني كونك لا تدفع ضرائب هذه مخالفة ينبغي أن تتغلب عليه. التجارة حلال، عملك التجاري حلال، وأرباحك إن شاء الله إذا كانت جاءت بالتجارة الحلال المباحة فأرباحك حلال، لكن أيضا يجب عليك أن تدفع الضريبة المفروضة عليك، وأنك تسوي السجل المطلوب منك، ولا يعني لا تؤخر هذا، لأن هذا نوع من أنواع التفلت من حقوق الغير عليك. واحد يقول لي هي الضريبة حق، حق للمجتمع. نعم حق للمجتمع، لأنها بتأخذ من الأغنياء وينفق بها على مصالح الأمة، فهي بهذا المعنى ليست مكسا ولا مكوسا، وإنما هي حق مجتمعي الدول بتحتاج إليه، وإن لم يدفع الأغنياء من يدفع؟ تؤخذ من الفقير؟ لا، هي تؤخذ من الأغنياء لمصالح الأغنياء والفقراء. فإن شاء الله تسعى في تغيير هذا الحال إلى حال سليم قانوني إن شاء الله. إن شاء الله. والسؤال الثاني فضيلة الشيخ. نعم. أنا مثلا أشتري سلعة. نعم. ولما أبيعها بالنصف باحتساب ما مصاريف النقل وأمور أخرى، يعني لا 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 أقع في الخسارة، كيف يعني المعيار الذي أقوم به بالبيع؟ مثلا لو اشتري ب 10 وشرعا ابيع ب 15. لا بأس، لا يوجد معيار الا ضوابط السوق. ضوابط السوق رب العزة جعل قانون السوق قانون قدري يحكم تعاملات الناس، بدون ما تحتكر، بدون ما تظلم احد او تغشه او تغبنه، يبقى ممكن اكسب 10%، ممكن اكسب 20%، ممكن أكسب أكثر، ممكن أكسب أقل. طبعا بدخل تمن النقل وتكلفة الإنتاج كلها على السلعة بتخش عليها، ده شيء طبيعي. فإذا سعر السوق سمح لي بالربح بربح، لم يسمح لي بالربح ممكن أخسر، وياما إنسان بيبيع وبيخسر، مرة بكسب ومرة بخسر، أو مرات بربح ومرة بخسر. يبقى هذا هي دي التجارة، مخاطر التجارة. التجارة إن شاء الله حلال، لا يوجد نسبة محددة للأرباح على البائع، وإنما البائع ينضبط بقانون السوق وبأسعار السوق، إلا أن تكون السلعة مسعرة، سعرها ولي الأمر لمصلحة البائع والمشتري. في هذه الحالة لابد أن أنضبط بهذا التسعير لئلا أظلم أحدا من الناس. كذلك المنتج اللي بينتج السلعة في مصنع أو نحو هذا أيضا ما يقولش أنا أبيع بالسعر اللي أنا عايزه، هو صحيح قانون السوق بيحكمه، قانون التنافس، ما انا ما بنتجش لوحدي، لان احنا قلنا الاحتكار ممنوع، طالما مش محتكر غيري بينافسني
ما نتفقش مع بعض على مصالح الناس برضو هذا لا يجوز. ما نغشش، ما نغبنش أحد لا يدري ولا يعرف. إذا اتقينا هذه المحرمات فما أربحه في تجارتي فهو حلال إن شاء الله قل أو كثر. ممكن واحد يكسب 100%، ممكن واحد يكسب 1% في حالة معينة وفي ظرف معين تختلف المسائل، لكن بيحكمني ويحكمك ويحكم كل من يتعامل معنا قانون العرض والطلب وقانون السوق، بغير ظلم، بغير غبن، بغير غش، بغير تدليس، بغير احتكار. هذا والله أعلم. أم أشرف، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا. تفضلي. الله يبارك لك يا رب. أنا دلوقتي حماتي رحمة الله عليها كان ليها يعني الدار اللي هم بيقول عليها في البلد يعني ديت، فكان ليها نسبة في دار أبوها، وجم باعوها فجابونا فلوس منها. هي ليها ولدين وبنتين، بنت وولد ميتين منهم الراجل اللي مات، ما معهوش اولاد خالص، ما معهوش اولاد خالص. يا حماتك دي على قيد الحياه ولا ماتت؟ نعم حماتك على قيد الحياه. لا توفاها الله. يعني جابوا لكم حقها بعد ما ماتت؟ ايوه هي ماتت بقى لها يجي 10 سنين ولسه جايبين الحاجات دي. يعني ولادها، خليك بس معايا، ولادها اللي ماتوا دول ماتوا قبل ما يموت ابوها؟ ايوه اللي هي خليكي معايا. هم ماتوا في حياتها ماشي، بس قبل ما تستحق الميراث ولا قبل ما تقبضه؟ معرفش، هي دلوقتي هي اللي ماتت. مسألة تأخير وما كانت موجودة. ماشي قبل ما يعني الست بنتها ماتت والأم موجودة، أما الراجل اللي مات كان أمه ما ماتت. هو الميراث ده بتاع حماتي مش بتاع حماتي. فالراجل اللي مات وأمه كانت ميتة، يعني ماتت امه وهو مات. لا السؤال محتاج مراجعه منك، لان انا كده مش مستوعب. هم ولدين وبنتين. لا اصل مش حاله ميراث عاديه. ايوه مش حاله ميراث عاديه. أيوه. ده هي اصل احنا لو تفهمتي كلامي من الاول، انا بقول الميراث ينتقل من المورث الى الوارث لحظه وفاه المورث. يعني حماتك اللي ماتت دي وما خدتش نصيبها من الميراث. ايوه ده هي ماتت اصلا ملهاش أيوه. حاجه. أيوه. لكن هو نصيبها كان من زمان مستحق وما كانتش خدته. ايوه هو كان نصيبها وكان مالها. فمن مات من أولادها وهي على قيد الحياة ونصيبها معاها مات، مش هيورث فيها، واخد بالك؟ مش هيورث فيها. لكن من يعني هي من كان حيا وقت أن استحقت الميراث ثم ماتت وهو حي هذا يرث. مات يعني احنا بنحسبش التوزيع النهاردة، بنحسب التوزيع على لحظة وفاتها. لو سمحت أنا عايز بس أستفهم من حضرتك حاجة. هي ماتت بقى لها كم سنة؟ بنتها الميتة دي احنا خدت حقها. خليك بس معايا. هي ماتت بقى لها قد ايه؟ بقى لها يجي 10-12 سنة. ميتة بقى لها 10-12 سنة كانت قبل ما تموت. قبل ما تموت من 10-12 سنة كانت بنتها عايشة ولا ما كانتش عايشة؟ لا ما كانتش عايشة، بنتها كانت ميتة. ميتة في حياتها؟ ايوه ميتة، بنتها بقى لها ميتة بقى لها 47 سنة. ميتة في حياتها. طيب أيوة. خلاص كده واضح. لكن الراجل كده اللي واضح. مات وامه مش موجودة. خلاص بقى وضحت. ال- 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 الولد اللي مات في حياة أبيه أو أمه ما بيورث. وولاده ما بيورثوش إلا إذا كان لهم ما يعني ابن البنت مش هيورث. بنت الابن وابن الابن ممكن يورث وممكن ما يورث. لكن في قانوننا المصري لهم ما يعرف في الوصية الواجبة. هو واضح أنهم خدوا بناء على قانون الوصية الواجبة، خدوا وصية وليست ميراثا، وصية قانونية وليست ميراثا. وده يا أخوانا من آفات تأجيل توزيع التركات. شوفوا الست ماتت وبعدين ميراثها جالها بعد ما ماتت بكم سنة؟ جالها بعد ما ماتت بعشرة 12 سنة. ده كلام في غاية الخطورة، كلام في غاية الخطورة. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. يبقى معروف يا اخوانا توزيع التركات، في واحد مات وساب تركة وساب ورثة، لحظة ما مات تنتقل تركته بتمامها إلى ورثته ونقسمها عليهم حسب القسمة الشرعية على الموجود منهم. في بقى أصلي في فلان مات في حياته، ده ما هو مش موجود ساعة ما مات، مش موجود لحظة ما مات المورث، خلاص ما يبقاش وارث. الورث هو الحي لحظة وفاة المورث. المسائل دي مسائل بدهية مش محتاجة ان انا اقول عليها في الحلقة،
لكن احنا بندخل مسائل في بعضها فما بنقدرش حتى نفهم بعض، ما بنقدرش نستوعب من بعض احنا عايزين نقول ايه. الميراث اركانه ثلاثة: ميت اللي هو بنسميه مورث، ميت مات وترك مالا، المال ده بنسميه تركة، وترك ورثة، الورثة هم المستحقون للتركة، هم دول أركان الميراث الثلاثة. يبقى مورث مات، تركة تركها أموال يعني، وارث على قيد الحياة هياخدها. الثلاثة دول لابد واعيين لهم كويس. اللي مات من الورثة قبل ما يموت المورث ما هوش وريث، يبقى وريث إزاي؟ عشان يبقى وريث لازم يبقى حي لحظة وفاة المورث. واضح يا إخوانا؟ طب ولاد الابن اللي مات في حياة أبوه ولاد البنت ما بياخدوش ميراث، لكن بياخدوا في قانوننا المصري ما يعرف بالوصية الواجبة، وهي وصية وليست ميراثا. ما نقولش ده ورثناهم، ما نقولش ده ميراث، لا وصية، سواء كانت وصية اختيارية أو وصية واجبة بالقانون، والله أعلم. معنا اتصال. أمة الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا بنتي. كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة. أنا متجوزة بقالي 4 سنين وعندي طفل. جوزي حريص شويتين قوي يعني، عشان مثلا أطلب منه التزام ضروري للبيت لازم يكون بمشكلة يعني وكده. المهم وصلنا لمشاكل كتيرة قوي يعني، المفروض إن أنا أشتغل وأصرف على نفسي أنا وابني، هو ده الحل الوحيد. فعشان أشتغل في مكان كويس جربت أشتغل في سنترال وفي الكلام ده كده، فكنت بتعرض يعني لحاجات يعني الإهانة والتحرش. فعشان أشتغل في مكان محترم وكويس لازم يكون معايا دورات تدريبية بقى، كمبيوتر ولغة ممكن أو كده. فأنا عشان أعمل كده لازم يكون معايا فلوس، وأنا صراحة مش معايا فلوس ووالدتي مش معايا. السؤال يا أمة الله. طيب السؤال دلوقتي، انا جربت ان انا الجأ لجمعيه شرعيه اخد منها مبلغ اجيب يعني احتياجاتي اللي يأهلني للشغل كويس، فهم شايفين ان دي مش ضروره فما نفعش. فانا دلوقتي قدامي واحده ممكن تسلفني بس هتاخد فايده. انا يبقى ده في يعني انت لفيت اللفه دي كلها عشان توصليني للفايده يا أمة الله. يعني عايزه اقول لحضرتك ما كانش كل ده له لازمه، كنت دخلت في السؤال على طول. انا عايز استلف لاني محتاجه. انا محتاجه. ما ينفعش تسلف، ما ينفعش. هذا ليس، هذه ليست ضروره وهذا حرام. طيب التحرش اللي انت قابلتيه في عملك في السنترال ممكن تقابليه في اي مكان تاني، سواء معاكي دورات ومعاكي خبرات ولا معاكيش. ده سلوك ناس بتسيء لبعض. مطلوب ان الانسان يراعي نفسه ويراعي الاخرين. الزوج اللي بيعرضك لهذا كله ايضا يعني مش عارف اقول له ايه، يعني عليه قدر كبير من المسؤولية. لكن أنا هسيبني من كل دول وهتكلم في القرض. قرض بفايدة حرام شرعا. هذا الذي تكلمت عنه ليس من الضرورات، عافانا الله وإياك يا أمة الله من الربا ومن الحرام ومن مخالفة أحكام الله عز وجل وأوامره ونواهيه. انتهى لقاؤنا، خلاص انتهى لقاؤنا وانتهت حلقتنا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الفتوى في الدين أمانة يعرفها